ثم أدرى بها. مئات المناطق الصناعية أعطيت، ماناش عارفين حتى لمن أعطيت، وهي في 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 الورقة مناطق صناعية ولكن غير موجودة. إذن لازم الإنسان يغير تماما هذه المنهجية. توسيع مناطق النشاطات الاقتصادية الموجودة، لازم نحل المشاكل تاعها. واش هي المشاكل تاع الكهرباء مثلا؟ حل المشكل تاع الكهرباء. كان مصانع، الناس عندهم مصانع سنتين ثلاثة أربع خمس سنوات والكهرباء مش موجودة. بارح برك واحد في البرج بوريريج ورا في التلفزة عنده مصنع حي كامل، حي كامل فيه أربع ولا خمس مصانع ما عندهمش كهرباء منذ سنوات. السيد والي برج كاينة من هذه قديمة، هي قديمة ولكن تأكد بليها قديمة. إذا لماذا هل الإشكال هذا؟ الإنسان استثمر ودار ما عنده آلات وعنده مصانع وكل. سيد الوزير ماذا بك سفرحات مباشرة نشوف مع سيد الوزير السيد الوالي حل هذه القضية فورا فورا. لازم تحل هذه القضية، مش معقول. وعلى مستوى كل وطن كل ولايات يلفو إلكتريفيه لزون اندستريال لزون داكتيفيتي إلكتريفيكاسيون. وهذا برنامج قالها السيد الرئيس في مجلس الوزراء، هم الوزراء كلنا موجودين وأكد عليه، زائد المناطق الأخرى الزراعية والفلاحية. الاستثمارات اللي موجودة في الفلاحة، هاو السيد وزير الفلاحة لهنا موجود، مئات مئات وتكلمنا عليها، وهذا من برنامج نتاعنا. ولحد الآن الأمور ماشي موجودة. يوميا في التلفزة هذه القنوات هذه توري، راهي توري في الحقيقة نتاع هذه القضايا. إذا لازم نروحوا ونمروا إلى حل هذه المشاكل. هذو هما المشاكل اللي منتظرة من الناس ينتظروا فيها، ما كانش مشاكل أخرى. عندما تفتح المجال ودير كهرباء إلى مصنع في برج بوعريريج راك حليت مشاكل تاع مئات ولا ربما آلاف من الناس اللي تعمل في هذاك، والشباب إلى غير ذلك.